الخبر الأخير اللي كنا بنستعرضه عن تطورات الأزمة القطرية العربية، كنا عرضنا انفوجراف عن ما نشرته جريدة السياسة الكويتية وموقع تويتر تحديدا، حساب اسمه الأزمة الخليجية. قالت أنه في 5 بنود أن الدول الأربعة وافقت عليها بواسطة كويتية وإشراف أمريكي لحل هذه الأزمة العربية مع الدوحة، من بينها مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وحركة حماس الدوحة، عودة القوات التركية اللي وصلت إلى الدوحة بعد الأزمة عودتها إلى بلادها طبعا، البند الثالث مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة في سوريا، البند الرابع تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية، والبند الخامس تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة، والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر. معايا على الهاتف الأستاذ جاسر الجاسر، الكاتب الصحفي ومستشار صحيفة الجزيرة السعودية من الرياض. أستاذ جاسر مساء الخير. مساء الخير، يا هلا ومرحبا. أهلا وسهلا، تعليقك على ما نشرته جريدة السياسة الكويتية، هل فعلا هذه البنود يعني يمكن أن تكون محل بحث وتوافق لحل الأزمة القطرية العربية؟ والله في الواقع يعني أنه تقريبا يعني الآن من 48 ساعة يصبح شهر، وهذا الشهر يعني أكيد من القيادة القطرية ومستشاريها ومستشاري الشر والإرهاب قد حمصوها وفهموا ماذا تعني المطالب الشرعية للدول العربية الأربعة. الحقيقة أنتم قلتوا 5، لكن هي في الحقيقة 13 بندًا يوجب على الجماعة الحاكمة في قطر أن تنفذها بحذافيرها، وإعطاء مهلة 48 ساعة هو نوع من التقدير إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يعلم القطريون أكثر من غيرهم مدى ما بذله من جهد منذ أن كان هو وسمو الأمير نواف بن عبد العزيز رحمه الله مستشار الملك فيصل يعدون إلى مجلس التعاون، وقطر بمساعدة مستشاري الشر والإرهاب من الإخوان المسلمين وعزم بشارة ومستشاري حماس وداعش والإيرانيين والأتراك يريدون أن يهدموا هذه المنظومة العربية الوحيدة التي تتصدى للإرهابيين سواء من الإيرانيين أو الأتراك أو حتى إخوان الشر الذين اختطفوا الإسلام ويسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين. في الحقيقة أن 48 ساعة ليس لمراجعة أو تعديل أو تنقيح البنود، هي 24 ساعة للتسليم بهذه البنود والموافقة عليها، وإلا وزراء خارجية الدول الأربعة يجتمعون في القاهرة يوم الأربعاء للبدء في تصعيد الإجراءات القادمة. الإجراءات القادمة ستكون مزيد من القرارات الاقتصادية التي تحاصر نظام واجهة الإرهاب في قطر، ويبدي متدرجا ومن ثم رفع الوثائق وكل القرائن التي لدى الدول الأربعة إلى المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية. فهنالك خطوات لتعليق أو تجنيد أبوية قطر في مجلس التعاون وفي جامعة الدول العربية بالرفع إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الكيان القطري ومحاسبة الإرهابيين. طيب. سواء من حمد بن خليفة وحمد بن جاسم يعني يوسف القرضاوي وعزم بشارة ومستشاري الشر القابعين في الطبع. طيب استاذ جاسر، يعني هل تعتقد بانه زياره وزير الخارجيه القطري لليوم الى الكويت هي مجرد يعني تحصيل حاصل لا يحمل يعني جوابا شافيا للدول الاربع؟ والله في الواقع يعني قياسا على الاجراءات تاريخ الاسود
حكام قطر والذين يحركونهم من مستشاري الشر لا عملوا خيرا. ولكن هل ممكن أن قطر تعود 180 درجة وتقبل بالمطالب الشرعية للدول الأربعة؟ هذا يعني ربما، ولكن كل الفعل، ولكن قياسا على تاريخهم الأسود لا أتوقع منهم مجرد أنه يوصلوا ردودهم التي قال عنها وزير خارجيتهم سواء في روما أو في ألمانيا أو في واشنطن، لأنها وضعت حتى لا تنفذ. يعني هنالك أهمية مضيقة لدى الدوحة لأنها لا تنفذ مثل هذه المطالب الشرعية التي كلها واضحة. هو نفسه وزير خارجية قطر اعترف بأنه يعني قطر في زين الداعمين للإرهاب. طبعا احنا نعرف البداية أو المحرك للإرهاب هو إيران وداعش والإخوان المسلمين، والزيل هو يتحرك في معرفة من الرأس المخرب الذين كلهم الآن موجودين في الدوحة. أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي ومستشار صحيفة الجزيرة السعودية، حدثتنا من الرياض.